الآن ننتقل بكم الآن مباشرة إلى المطار الأميري ومع زملاء هناك. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت أحييكم وأنقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من المطار الأميرية وقائع وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية، حيث يحل ضيفا وأخا عزيزا على أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل الطائرة المقلة لضيف الكويت الكبير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية يلتقي من خلالها على أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. أيها الأخوة والأخوات، إن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل أهمية كبيرة لدولة الكويت قيادة وشعبا، نظرا للعلاقات الأخوية المتميزة والعميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. إن هذه العلاقة تجسد معاني الأخوة الصادقة والتعاون الوثيق الذي يمتد لعقود، وهي مسار يزداد ازدهارا ونموا في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وبما احتوته من المحطات المضيئة والمعالم النيرة، نموذجا يحتذى بها في مسار العلاقات بين الدول. تعد أيها الأخوة والأخوات العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى بها في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم، بما تتميز به من تفاهم واتفاق لمعظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى العلامات الفارقة والمتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى دولة الكويت، تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات تعاون على جميع الأصعدة. وأخذت تلك العلاقات بين البلدين في النمو أهمية عبر التنسيق والتعاون المثمر في مختلف القضايا، والتي تنوعت في جميع الميادين السياسية والأمنية والعسكرية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة
وقائع وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية، حيث يحل ضيفا وأخا عزيزا على أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. العلاقات أيها الأخوة والأخوات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة لا يمكن اعتبارها إلا نموذجا مثاليا لمعنى العلاقات بين دولتين والروابط بين شعبين شقيقين والتعاضد بين قيادتين. هذه الأخوة الحقة ظهرت جليا عبر مواقفهما في مختلف الأحداث والوقائع في الرخاء والشدة، لتشكل عنوانا للوفاء والمصير المشترك الذي ظل راسخا في أذهان وقلوب الجميع. كيف لا ودولة الكويت شاركت بثلث جيشها في حرب عام 1967 والاستنزاف ونصر أكتوبر عام 1973 جنبا إلى جنب مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، حين امتزجت دماء شهداء الكويت على أرض مصر دفاعا عن الأراضي المصرية في سيناء. ونستذكر أيها الأخوة والأخوات ونحن نعيش ذكرى أعيادنا الوطنية، نستذكر بفخر واعتزاز قبل 31 عاما موقف جمهورية مصر العربية الشقيقة، الموقف البطولي الراسخ في حرب تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. هذا الموقف الراسخ في أذهان وقلوب الكويتيين، حيث قدمت مصر الشهداء والدعم العسكري والسياسي. فتلك أيها الأخوة والأخوات هي شيمة الكبار، وحق الأشقاء هو العطاء المتبادل والصمود والتضحية. هذه المواقف أيها الأخوة والأخوات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يحل ضيفا وأخا عزيزا على أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. والآن أيها الأخوة والأخوات، يتجه ضيف الكويت الكبير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، يرافقه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحامد الصباح بهذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من المطار الأميري باستقبال ضيف
الكويت الكبير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. إذن أيها الأخوة والأخوات، يتجه الآن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وضيفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والآن أيها الأخوة والأخوات السلام الوطني لكلا البلدين. إذن سيداتي وسادتي، عزف السلام الوطني لكلا البلدين، ويتجه الآن سمو ولي العهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والضيف الكويت الكبير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى القاعة الأميرية كما تشاهدون في هذه الصور الحية وأيضاً المباشرة والتي تأتيكم من القاعة الأميرية في المطار الأميري. إن هذه المواقف أيها الأخوة والأخوات والعلاقات بين البلدين ظهرت جلياً في مختلف الأحداث والوقائع لتشكل عنواناً من الوفاء والمصير المشترك والذي ظل راسخاً في أذهان وقلوب الجميع. وتأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث تمثل مرحلة جديدة من الإخاء والتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، ودائما ما تكون هناك رغبة كويتية مصرية في التشاور المستمر تعزيزا للروابط المشتركة والتي تصب بلا شك في منظومة العمل العربي المشترك. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، إن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين مستمرة دائماً، وكانت الزيارة الأولى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى دولة الكويت في 5 يناير
عام 2015، حيث قلد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، قلد فخامة الرئيس قلادة مبارك الكبير تكريما وتوطيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين. واكتسبت الزيارة أهمية كبيرة نظرا للتحديات الجسامة التي تعصف بالعالمين العربي والإسلامي. وتؤكد دائما هذه الزيارات أهمية وتنسيق المواقف في مختلف القضايا التي تهم الشأن العربي والإقليمي والدولي. إن تاريخ هذه العلاقات أيها الأخوة والأخوات، هذه العلاقات المتميزة بين البلدين، يدعو دائما للفخر والاعتزاز. هو الشعور المترسخ في وجدان قيادتي البلدين نحو الارتقاء بهذه العلاقة لآفاق أوسع وأرحب، والتي تصب بلا شك في مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين وعزم قيادتي البلدين على العمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات والميادين. هكذا أيها الأخوة والأخوات، تعد العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم. وأخذت تلك العلاقات بين البلدين في النمو أهمية عبر التنسيق والتعاون المثمر في مختلف القضايا، والتي تنوعت في جميع الميادين السياسية والأمنية والعسكرية. العلاقات الكويتية نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية. إذن سيداتي وسادتي، كما تشاهدون في هذا النقل الحي وأيضا المباشر، الآن يتجه ضيف الكويت الكبير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بهذه الصور الحية وأيضا المباشرة. إلى مقر إقامته مع سمو ولي العهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. هذه الزيارة أيها الأخوة والأخوات، زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تمثل أهمية كبيرة لدولة الكويت قيادة وشعبا نظرا للعلاقات الأخوية المتميزة والعميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، هذه العلاقة عبر هذه الصور تجسد معاني الأخوة الصادقة والتعاون الوثيق الذي يمتد لعقود، وهي مسار يزداد ازدهارا ونموا في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وبما احتوته من المحطات المضيئة والمعالم النيرة نموذجا يحتذى بها في مسار العلاقات بين الدول. هكذا أيها الأخوة والأخوات، كما تشاهدون يغادر الآن موكب ضيف الكويت الكبير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. والآن أيها الأخوة والأخوات، عودة إلى استوديو الأخبار في تلفزيون دولة الكويت.
إذن مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة مراسم وصول واستقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان في استقبال فخامته اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.